اهلا بحضراتكم مشاهدينا في حلقه جديده من تعمير. النهارده هنبدا حلقتنا من العاصمه الاداريه الجديده اللي نظمت من ايام حفلات كبيره جدا وتحديدا في منطقه النهر الاخضر. الحفلات دي حضرها ناس كتير جدا من كل الاعمار، والجميل اللي فيها كمان ان الاعداد كانت كبيره جدا اللي كانت موجوده في الحفلات، وده بيقول لنا ان بقى في حياه في العاصمه الاداريه الجديده. معانا على التليفون المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. حفلات كبيرة وتنظيم رائع، يعني لو تكلمنا عنه في العاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع اللي فات يا فندم. الحمد لله، دي كانت أول حفلتين. إحنا يعني في الجمعة كان عندنا حفلتين، الحمد لله. طبعًا أهم حاجة في هذه الحفلات إن كل عدد محطة، يوم الخميس كان عندنا يمكن ناخد من حاجة 3، ويوم الجمعة كان حوالي ما يقرب من 8000 او 5000 متر، واول مره تقريبا يشوفوا العاصمه. ارقام كبيره. ارقام كبيره طبعا، اول مره تحصل في العاصمه، ودي كان الهدف منها طبعا ان احنا نوري الناس كلها اللي بيحصل في العاصمه، احنا وصلنا لحد فين. الناس شافت النهر الاخضر، جزء من النهر الاخضر مش كله طبعا، جزء. احنا دلوقتي النهارده دي كلها بدايه ان احنا فعاليات في الفتره الجايه، عندنا خطه يعني طموحه ان شاء الله على مدى سنه هنبتدي بكل فعاليات الفتره اللي جايه، بحيث الناس تشوف الانجاز اللي حصل على الارض، وصلنا لحد فين في العاصمه ومستهدفين ان شاء الله. ازاي الحفلات دي يا فندم بتساعد الناس انها تشوف الانجاز على ارض الواقع يعني؟ طبعا راح الناس لما تيجي تتفرج، يعني في كثيره ما شافتش العاصمه بتتكلم عنها او سمعت، لكن طبعا تشوف بالعين مختلف لما جت وشافت منطقه الابراج وشافت الحي الحكومي وشافت النهر الاخضر وشافت الطرق ونوعيه اللانسكيب اللي موجوده والحاجات دي كلها. طبعا دي كلها كانت مختلفه تماما، يعني نظره جديده خالص الناس شافتها لاول مره وشافت جوده الحياه موجوده في العاصمه. هل هنشوف يعني حاجات رياضيه وثقافيه الفتره الجايه في العاصمه الاداريه الجديده؟ طبعا ان شاء الله، يعني حاجات غنائيه هيبقى عندنا، حدث رياضيه طبعا مشاركه وزاره الشباب والرياضه، وعندنا احداث ثقافيه، يعني كل انواع يعني الحفلات ان شاء الله في الفتره القادمه هيبقى عندنا دايما على الاقل مره في الشهر عندنا حدث كبير ان شاء الله. يعني طب خليني اسال حضرتك قبل ما نقفل مع بعض، داخلين على نهايه شهر 6، كم وزاره يعني نقلت وهتنقل الفتره الجايه؟ يعني احنا تقريبا وصلنا يمكن 28 29 وزاره، اعتقد ان يعني وصف الشهر كمان اسبوع او حاجه جميع الوزارات طبعا انتقلت، يمكن على يوم 20 حاجه، وبالتالي الحكومه كلها بتعمل مع العاصمه الاداريه ان شاء الله. المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.